فاحمد قندوسي هو لاعب الاهلي الجديد اللي اتكلم هو بقى بلسانه عن يعني انتقاله ليه الاهلي، وجه رساله كده للجماهير وقال كمان لجماهيره فاق سطيف طبعا، قال لهم انه مش هينسى فضل هذا النادي عليه، والحمد لله ان هو انتقل للنادي الاهلي وكل شيء ان هو صار كمان بشكل جيد جدا، وشكر فاق سطيف وشكر الانصار والمحبين لهذا النادي وشكر زملائه والاداره الفنيه، وقال ان شاء الله ان هو يا ربنا يوفقه، ودعا كمان ان ربنا يوفق فاق سطيف يعني ويتحسنوا ويبقى بيقدموا ماتشات افضل في الفتره اللي جايه، لكن هو اعرب بشكل كبير جدا عن سعادته، وبالنسبه له ان هو كان ينضم اصلا للنادي الاهلي ده كان بالنسبه له حلم من زمان جدا او منذ الطفوله زي ما بيتقال. خلينا نروح نسمع بلسانه هو قال ايه تحديدا ونرجع نكمل. السلام عليكم، انا سعيد من انضمام النادي الاهلي، نادي القرن في افريقيا، وسعيد اكثر بعد بدعم 80 مليون اهلاوي في مصر بخلاف اللي موجودين في العالم كله، وتلقيت عدة عروض من أندية مصرية وداخل وخارج الوطن، لكن أنا اخترت النادي الأهلي الكبير لتحقيق أحلامي وطموحاتي سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي. أشكر نادي وفاق سطيف ومسؤوليه، وأشكر موصول النادي الأهلي وجهازه الفني على إصرارهم لضمني في الفريق، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى التوفيق، وإن شاء الله سأساهم مع زملائي في تتويج الأهلي بالمزيد من البطولات على كل المستويات وإن شاء الله أهلاوي، أنا أهلاوي وأفتخر.